وإلى جانب كلية الهندسة لكلية الهندسة جامعة أبرق على هذه المجهودات الجبارة التي بذلوها في سبيل إنجاح هذا المخيم. كذلك شهادة شكر وتقدير إلى السيد صفي الدين طيب. لكل الذين بذلوا المجهودات معنا في سبيل إنجاح هذا المشروع. اليوم وصلنا لليوم الاختتامي لمخيم صيفست العلمي اللي استمر لمدة 6 أيام. اليوم البروغرام كالآتي: هو تكريم الجهات المانحة أو الجهات الداعمة على غرار البلدية والجامعة والتعليم والشركة البخارية والكليات، وأيضا تكريم بعض الشخصيات اللي قدمت يد العون لهذا المخيم، والأهم هو تكريم الطلبة المتفوقين اللي هم عددهم 20 طالب حيتم تكريمهم اليوم بعون الله تعالى. تم توزيع الآن الجزء الأول من الحفلة، توزيع بعض الجوائز وبعض الهدايا وشهادات التقدير والدروع إلى الجهات الإدارية وقطاعات مدينة قبرق. والجزئية الثانية الآن حيتم عرض بعض نشاطات الطلبة ومن ثم تكريم الطلبة وولي الأمور.